دائما شباب. أحد الشعراء العرب قديما عندما رأى لأول مرة القطار قال فيه شعرا متعجبا من سرعته، فقال: هيهات هيهات، لا جن ولا سحرة بقادرين على أن يلحقوا أثره. التكنولوجيا منى، التكنولوجيا يعني من تسارعها ومعجزاتها أصبحنا لا نلحق لا على كميتها ولا على نوعيتها. أتساءل عبد القادر، إذا جاء شاعرك شاعر القطار الآن ودخل إلى أحد معارض التقنية، أحد دخل إلى